السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله لكم الأجر. الموت معك أحلى من العسل، قد قال مقولة لم يكسبها من طول التجارب، وهو بعد لم يخط له شارب، كما وصفته بعض الروايات، ولم يبلغ الحلم لكنه اكتسبها ببلوغ العلم، إذ أنه ترعرع في بيت أهله يزقون العلم زقا. فقد سأله الإمام عليه السلام يوم عاشوراء: كيف ترى الموت؟ فقال: الموت معك أحلى من العسل. فبالفعل حينما برز إليهم قال: إن تنكروني فأنا ابن الحسن. قالها وبكل شجاعة وبسالة، لم يعبأ بجمعهم، وقاتل سلام الله عليه حتى قتل. فالموت مع الحسين مع الحق مع نصرة الدين يكون أحلى من العسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.